تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست كالعادة مع أبرز المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية بالعناوين. بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد. وفي مواضيعنا أيضا فضيحة من العيار الثقيل، تشخيص حالة شاب في طرطوس بالإيدز خطأ بهدف سرقة المساعدات. أهلا بكم. قبل أشهر احتفل كثيرون من موالي النظام بمشاركة بشار الأسد في القمة العربية بجدة، ظنا منهم أن صفحة الماضي قد طويت ولم يعد للأسد أي مشاكل، وبأنه لم يعد معزولا كما كان في الماضي، وأن العرب أخيرا وصلوا إلى قناعة أن لا قمة عربية من دون الأسد. تغنى هؤلاء كثيرا، تغنوا من إعلاميين وفنانين ومسؤولين وصانعي محتوى بهذه العودة، خصوصا أنها تضمنت جلسات خاصة للأسد مع بعض القادة العرب، فروج لها إعلام النظام على أنها حقبة جديدة تتناسب مع ما أسموه انتصار الأسد على المؤامرة. لكن الأسد ما لبث أن عاد للغياب عن المحافل العربية والدولية، حيث ترأس رئيس حكومته حسين عرنوس الوفد المشارك في قمة المناخ التي انعقدت في دبي في الإمارات العربية المتحدة نهاية العام الماضي، وسط تساؤلات عن سبب غياب الأسد وإن كان هناك نية لتحجيمه من قبل أحد الحلفاء. وسط كل تلك الأجواء التطبيعية مع الأسد، جاء ما يعكر صفو هذه الحالة الرومانسية، حيث أقر مجلس النواب الأمريكي فجر اليوم الخميس أقر مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. يقول مسؤول السياسات في التحالف الأمريكي لأجل سوريا محمد علاء غانم في منشور له على منصة إكس أو تويتر سابقا، يقول إن مجلس النواب الأمريكي أقر القانون بأغلبية ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتا مقابل 32 معارضا فقط. يضيف غانم في المنشور أن منظماتنا اليوم إذ يحدوها الفخر بهذا الإنجاز السياسي والإنساني الضخم، لا يسعها إلا أن تشكر جميع من استجاب لنداءاتها وسندها من أبناء وبنات جاليتنا السورية الأمريكية طوال الأشهر 13 الماضية التي استغرقها وصولنا لهذه اللحظة المفصلية، لا في تاريخ العلاقات الأمريكية السورية فحسب، بل وفي تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأمريكية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية. مشروع القانون، ينص هذا المشروع على حظر أي إجراء رسمي يقضي بالاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يرأسها بشار الأسد في حال سنه طبعا من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية عند انعقاد الكونغرس. سمي القانون في قسمه الأول قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023، أما القسم الثاني من مشروع القانون هذا فتضمن تعديلات على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا في القسم 7412 من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019. جرى تعديل العنوان الرابع طبعا من هذا القانون، العنوان الرابع والعشرين عفوا من قانون ترخيص الدفاع الوطني للسنة المالية 2020، قانون الولايات المتحدة المذكرة رقم 8791. المزيد من التفاصيل حول مشروع القانون هذا، قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، في هذه المادة التي أعدها الزملاء في قسم النيو ميديا بتلفزيون سوريا. Thank you.
تتمتع بعالم متعدد الأقطاب كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء. عضو الكونغرس رئيس لجنة العلاقات الخارجية جو ويلسون وجه رسالة إلى الشعب السوري بعد إقرار مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد. نتابع ماذا قال. Chairman, thank you again so much for your leadership on this very important day, very important historic bill, the Assad Anti-Normalization Act. I would love for you to make a comment for the Syrian people so they can hear you today. Well, I'm very grateful to be here and I want to congratulate the Syrian American community. They are so vibrant. These are entrepreneurs, people who make a difference in our country and have been so successful. And we know it can be successful again in Syria. And we have, with the Assad dictatorship, with the war criminal there, over half the population, nearly 10 million people have been displaced. And we as Americans can identify. We work hard to build our homes, to build our small businesses, to support our school communities. And so people, 10 million people, half the population, have lost those opportunities, and we want to regain that for the people of Syria. And but it's really today the legislation that's being considered, which will pass, is going to pass because of the success of the Syrian American community, the diaspora worldwide, is again such a testament to the capabilities of the people of Syria now, in the past, and in the future. Thank you. ولكن كيف يؤثر قانون مناهضة التطبيع مع الأسد على النظام؟ يجيبنا محمد علاء غانم وهو مسؤول السياسات في التحالف الأمريكي لأجل سوريا والذي التقاه تلفزيون سوريا. بدأت يعني بدأ مشروع قانون مكافحة مناهضة التطبيع مع تلك الاقتراحات، ومن ثم جلسنا وجرى الإعداد المسودة. كان هناك حقيقة عدد كبير من المسودات حتى وصلنا للمسودة الأخيرة، ومن ثم ساهمت الجالية في استقطاب تأييد من الجمهوريين ومن الديمقراطيين. بداية حين طرح لأول مرة كان عندنا ديمقراطيون وجمهوريون، أي طرح برعاية من الحزبين حتى لا يظنن أحد بأن يعني هذه قضية حزبية أو قضية عضو معين أو عضوين أو ثلاثة فقط. ومن ثم بعد يومين عمل فقط عرض أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وهي اللجنة المختصة، وجرى تداوله وأقر بالإجماع أيضا بفضل شهود الجالية السورية الأمريكية وحلفائنا في الكونغرس. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ونحن نسعى لاستقطاب المزيد من التأييد. لم نرد لمشروع القانون أن يطرح للتصويت قبل أن نتأكد من أنه عندنا الدعم الكافي وعندنا عدد الأصوات الكافي حتى يعني يجاز ويقر بدون أي مشاكل. عملنا على رفع عدد الرعاة الأصليين. اليوم أضفنا ثلاث رعاة أصليين جدد، ثلاثة جدد، ليصبح العدد الآن 52 راعي أصلي لمشروع القانون. الأمر الأخير الذي أريد أن أذكره، قد يؤجل التصويت حقيقة إلى يوم غد أو بعد غد يعني، ولكن سيكون التصويت هذا الأسبوع، ويعني نأمل بأنه إن شاء الله سيجاز. في حال تم التصويت، هل تتوقع أن يتم تصويت إجماع الحزب على القانون؟ وإذا كان هناك من يعارض؟ نعم، بالطبع هناك من يعارض. من هو؟ نعم، ولماذا؟ نعم، بالطبع هناك جماعات خارجية تعارض، هناك دول معارضة لا تريد أن تريد أن تأيد أي حركة ديمقراطية موجودة في أي بلد عربي. يعني دول يحكمها مستبدون، ومن
يعني هذا ليس في صالحه. هذا بالنسبة لجهة الدول. هناك أيضا منظمات يعني عندها عقود في سوريا، عندها تجني أموال في سوريا، يعني مع أنها قد تكون تعمل في مجال الإغاثة. أيضا اتصلت في أعضاء الكونغرس، وآخر اتصال كان صباح اليوم، وطلب منظمة اسمها منظمة Interaction، وهي منظمة دولية عندها عقود في سوريا، وفيها إحدى مدراء هذه المنظمة هي ذاتها التي كان يعني سيدة كانت تعمل في مجلس الأمن القومي لدى أوباما حين سقطت حلب. ف يعني هذه المنظمة طلبت من أعضاء الكونغرس عدم التصويت أو التصويت بالرفض على هذا الأمر، ولكن طبعا يعني جهودهم إن شاء الله لن تفلح، لن تثمر، وإن شاء الله سيقر القانون لنا. يعني هذا هو الشهر 13 من عمر هذه الرحلة، عمر مشروع له، وإن شاء الله يعني نحن واثقون بأن الأمر يعني طبعا لا يعني تعرف في السياسة الأمريكية ممكن يحصل أي شيء في آخر لحظة، ولكن يعني أملنا عندنا أمل كبير إن شاء الله أن يتم الأمر. من التعليقات على مشروع القانون كان الكثير من التفاعلات طبعا والتحليلات حول مشروع القانون هذا، منهما تحدث عنه الصحفي السوري نضال معلوف على قناته في يوتيوب، وهو ما اعتبره أو ما اعتبر أن هذا القانون من شأنه أن يزيد عزلة بشار الأسد وبمنزلة ضربة قاضية له. هو قانون منع التطبيع اللي طرح قدام الكونغرس الأمريكي يوم أمس للتصويت، ويعني دخل في الإجراءات. هو الحقيقة مانو جديد، صحيح بصيغته في بعض البنود يعني الأكثر تشددا، والحقيقة لو طبق هذا القانون هذا كثير مهم، يعني إذا تم تشريعه وطبق، لأنه هو على سبيل المثال لا يعترف بأي حكومة تعمل، يعني خلص بتصير الحكومة، نحن اليوم عم نميز بين الحكومة والنظام، فيصبح لا يعترف بأي حكومة تعمل تحت قيادة بشار الأسد. أي حكومات تتعامل مع هذه الحكومة وجب تطبيق العقوبات، عقوبات قيصر عليها وقيس على ذلك، يعني هو قطع شرايين، يعني ما في حدا، نرجع للمصالح حتى أقرب الدول إلى النظام كان الإمارات مثلا أو سواها من الدول، بصير إذا هي بدها تتعامل مع الحكومة السورية وليس النظام، حتى مع الحكومة السورية بأي، اليوم شايفين الحكومة السورية عم تشارك بفعاليات تحت مسميات مختلفة، مؤتمر كذا، اجتماع كذا ضمن إطار الجامعة العربية، بصير حتى هذه النشاطات لا تستطيع الأطراف الأخرى أن تتحمل تكلفة مشاركة الحكومة السورية فيها، فرح تعيش الحكومة السورية بعزلة تامة. هلا هالمرة طبعا هذا القانون ما هو جديد، وتم يعني إثارته كان من أكثر من سنة، تم تجميد هذا أو مسار هذا القانون منع التطبيع مع النظام السوري لإعطاء فرصة للمبادرة العربية، طبعا هذا على اتفاق مبني على اتفاق أمريكي سوري، واليوم إعادته معناتها أنه فقدوا الأمل، نرجع منقول، والأهم من هيك طبعا فقدوا الأمل من المسار ورجعوا لموضوع الضغط. إذا تم تفعيله فعلا مثل ما متوقعين من هون لآخر السنة، معناتها فعلا هي ضربة قاضية راح تكون للنظام في حال صدر. ما يهمنا الحقيقة في حال صدر أو انصاع النظام للضغوط وأعطى تنازلات إضافية هو المستقبل السياسي للنظام. في مضمون القرار دائما يوصف الرئيس الأسد بأنه مرتكب جرائم بحق الإنسانية أو بحق شعبه، فتداول هذه التهمة في أروقة السياسية أو في الأروقة السياسية في أكبر دولة في العالم أو أقوى دولة في العالم وبشكل علني، هذا يقضي تماما مثل ما حكينا أكثر مرة عن أي مستقبل لبشار الأسد على رأس الدولة السورية في المستقبل، ويبقي حظوظه في البقاء مؤقتا ريثما يتم إنجاز الحل السياسي سواء بالتراضي من خلال المفاوضات أو بالقوة العسكرية. في التعليقات كتب عماد يقول: كل من حاول التطبيع مع المجرم قاتل الأطفال والنساء والمدنيين سيجد الدول الحرة والديمقراطية تقف مع حقوقنا، قضيتنا عادلة ومحقة، وسنحاسب المجرمين، عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد. مصطفى كتب يقول: خطوة جيدة، شكرا للجالية السورية في أمريكا وكل من ساعد في إنجاح هذا القرار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. يعتمد عليهم بشار الأسد وأبوه من قبله في الدفاع عن نظامه ضد أي تحرك مناوئ، هو الحرس الجمهوري.
الذي كما يظهر من التسمية أنه تم إنشاؤه لخدمة الأسد الحاكم أكثر ما يكون للدفاع عن الأرض ضد أي اعتداء خارجي، كما هو الحال في دول العالم الأخرى وكما هو متعارف عليه. لكن الحرس الجمهوري لم يكن هذه المرة عند حسن ظن القيادة به، فقد فر عناصر من قوات الحرس الجمهوري التابع لنظام الأسد من نقاط تمركزهم الواقعة ببادية البوكمال تخوفا من استهدافهم بضربات جوية، وذلك بحسب شبكة عين الفرات، حيث نقلت الشبكة عن مصادر خاصة قولها إن العناصر فروا بعد تكليفهم بحراسة نقاط تابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في البادية. وبحسب ذات المصادر فقد فر العناصر إلى خارج مناطق سيطرة قوات النظام، ورجحت أي المصادر أنهم توجهوا إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم قسد. توضح المصادر أيضا أن ضباط الحرس الجمهوري شكلوا دوريات للبحث عن العناصر الفارين وعمموا أسماءهم على كل الحواجز المنتشرة بالمنطقة. ويذكر أن ميليشيات الحرس الثوري بالإضافة إلى عدد من الميليشيات الموالية لإيران تنتشر في عدة مواقع ومقار في البادية الممتدة بين دير الزور والبوكمال. كان الحرس الجمهوري فقد في العام 2020 العميد الركن مازن علي حسوم في بادية البوكمال. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. سعر الخبز ارتفع كما تابعنا قبل أيام، حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر رفع سعر ربطة الخبز المدعوم من 200 ليرة إلى 400 ليرة. إلى هنا يبدو الأمر طبيعيا وفق ما يروجه إعلام النظام من أن الخبز المدعوم يكفي حاجة المواطن، ورسائل تكامل لا تقصر مع الناس وتلبي احتياجاتهم على حد زعم النظام. لكن ما يحدث وراء كواليس تكامل أن المواطن السوري في مناطق سيطرة النظام كثيرا ما يلجأ إلى شراء ربطة الخبز عن طريق المعتمد أو كما يسمى بالدارجة المحلية الحر، الخبز الحر. فكما نعلم مشاهدين اعتاد المواطن السوري على إضافة الخبز إلى كثير من وجباته، بحيث يعتبر مكونا أساسيا من أي وجبة غذائية، إضافة إلى كون الناس في مجتمعنا ربما تستضيف أحدا وتضطر إلى تقديم الغداء له. وتصوروا أن هذه العادة الجميلة لدى السوريين أصبحت اليوم عبئا مع رفع سعر ربطة الخبز إلى 6000 ليرة سورية، نتحدث طبعا عن السعر الحر. فبحسب ما نشرته صحيفة تشرين التابعة للنظام أن باعة الخبز سواء من يكونون أمام المخابز الخاصة والعامة أو من يبيعونها على البسطات بادروا لرفع سعر الربطة الواحدة إلى 5000 ليرة وبعضهم إلى 6000 ليرة، وبيعهم الربطتين معا بكيس واحد بسعر 12000 ليرة سورية. بعضهم يغري المواطن بسعر 10000، وكأنه يحمل المواطن الفضل والامتنان بعدم رفع السعر أكثر من ذلك بعد أن كادوا يبيعونها قبل هذا القرار ب 7500 ليرة. تتابع الصحيفة بالقول لا علاقة لها خارج منافذ البيع في المخابز وليس من صلاحيتها كما تقول، بينما تقوم مديريات حماية المستهلك بين الحين والآخر بضبط هؤلاء وملاحقتهم، لكنهم مستمرون وموجودون ويعودون إلى بيع الخبز الذي يحصلون عليه من المخابز بطريقة سهلة أشبه ما تكون باتفاق بين عدة أطراف من داخل المخبز إلى خارجه. من جهة أخرى يكون أيضا المواطن هو كبش الفداء لهذه الارتفاعات، حيث تم تداول صورة عن قرار صادر عن لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق باستيفاء عمولة قدرها 100 ليرة، عبارة عن 50 أجور نقل و50 بدل خدمات لصالح معتمدي بيع مادة الخبز المرخصين والأكشاك التابعة للمؤسسة السورية للمخابز، تضاف إلى سعر الربطة المعتمد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. في التفاعلات والتعليقات على كل هذا كتب فداء يقول: فداء علي المعتمد من حاله مطلع هالقرار قبل ما تطلعوه أنتم. سهيل يوسف يقول: إن من وضع هذه التسعيرة إما متخلف عقليا أو منفصل عن الواقع ولا يمت إلى البشرية بصلة. حبيبي عم ندفع حق الربطة
14 خبزة 2000 ليرة وما عجبك الله معك. عبد الهادي زرزور كتب يقول أنتم عملتوا العجقة على المخابز لأنهم بالداخل كلهم بياعين، أي تموين عم تحكوا عنه، روحوا على المخابز وعلى مخبز الشريبيشات وشوفوا البياعين. في موضوع آخر، ربما يحدث أن يعطي طبيب تشخيصاً خاطئاً ويلجأ المريض إلى طبيب آخر ليكتشف خطأ التشخيص ويصف له العلاج المناسب وتنتهي القصة هنا بكل بساطة. طبعاً هذا إن كان المرض بسيطاً مثل الإنفلونزا أو التهاب معين، لكن التشخيص الخاطئ إن كان في مرض خطير صحياً واجتماعياً فهنا لابد من وقفة تجعلنا نتساءل كيف ولماذا؟ وهل هناك مرض أخطر صحياً واجتماعياً من مرض الإيدز ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة، سيء الصيت المعروف الذي يقلب حياة المصاب به ومن حوله رأساً على عقب، وذلك لأنه مرض خطير ومعدن وحكى عنه منذ اكتشافه مطلع الثمانينات قصصاً مرعبة كثيرة حول الإصابة به وأعراضه. لعلنا شاهدنا ذلك في أعمال درامية خصصت لهذا المرض أو خصصت للحديث عن هذا المرض لما له من انعكاسات اجتماعية. المكان محافظة طرطوس والزمان ليس بعيدا. يتعرض الشاب كريم لفضيحة بطلها القطاع الصحي هناك، حيث حاولت المختبرات الطبية الحكومية القضاء عليه طبيا ومعنويا، وذلك من خلال تشخيصه كذبا بالإيدز. من أجل ماذا؟ من أجل سرقة المساعدات الدولية والإعانات المقدمة للمصابين بهذا المرض. هذا بحسب رسالة شكوى أرسلها والد الشاب كريم إلى صحيفة الوطن الموالية للنظام، تصفها الصحيفة بأنها فضيحة، فضيحة من العيار الثقيل. وفي نص الشكوى التي تقدم بها والد كريم يقول: أنا الدكتور والأستاذ الجامعي والد الطالب كريم، مشكلتي تخص ابني الذي أراد أن يتقدم لمنحة دراسية من أجل الاختصاص، وكان من ضمن الأوراق المطلوبة ورقة الإيدز، حيث ذهب لمركز فحص الإيدز التابع لمديرية صحة طرطوس خلال الشهر العاشر وأجرى الاختبار. بعدها اتصلت إحدى الممرضات وقالت له سيعاد التحليل لأن الأنبولة انكسرت. وبتاريخ 25 من أكتوبر تشرين الأول 2023 ذهب إلى المخبر مع شقيقه، وكان هناك ممرضة كنيتها حرف عين وبدأت تحقق معهم عن سبب سحب الدم وإلى أين المنحة وأسئلة غريبة، وكانت تجلس بجانبها ممرضة أخرى. بتاريخ 29 من أكتوبر تشرين الأول 2023 ذهب شقيقه إلى مركز فحص الإيدز لأخذ نتيجة أخيه كريم لكونه في الجامعة ولديه دوام، وعندما همت الممرضة لتعطيه الوثيقة وكانت بيدها نادتها ممرضة ثانية ودار بينهما حديث وخبأت الوثيقة، وتكلمت الممرضة الثانية وأخذت تحقق معه وقالت إن النتيجة إيجابية. فأنا لم أقتنع، يقول الدكتور بهذا الكلام، وقلت لها سأعيد التحليل في محافظة اللاذقية. ردت علي باستهزاء وسخرية من دون إعطائنا وثيقة تثبت النتيجة. تنتهي طبعا هذه الشكوى بالقول بحسب صحيفة الوطن أنه بتاريخ 16 من نوفمبر تشرين الثاني 2023 ذهب كريم ووالدته إلى مخبر الدكتور ياء الخاص بعد طلب الدكتور ميم لإجراء تحاليل شاملة، وبعد إجراء التحاليل كانت النتائج ممتازة، ومن خلال الحديث مع الدكتور ياء لاحظنا تلميحات غير صريحة بأنهم تسرعوا بإعطاء النتيجة. ختام ريبوست إلى هنا مشاهدينا، يتجدد لقاؤنا بكم يوم الأحد القادم بتمام السابعة بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.